هذا شركة آدم وللوفاء، نقل المقرنص إلى السيد الثاني لإكمال العمل، وتهيئة تنظيف شارع لقرب زيارة الأربعينية لأبو عبد الله الحسين وياك الفورن فاضر ربيع راشد. وضعنا اليوم عمل باور كربر ممثل شركة آدم وللوفاء مهندس رامي شعبان. عندنا هاي الباور كربر رابط بين قضاء السويرة وبين الفرات الأوسط، تمام؟ فعندنا هاي الباور كربر يعني شيء منظم شيء مرتب، عندنا مقتربات موجودة، هاي فتحات اليوم مقتربات مال السيد وهي الصاب راح تصير بعد إنه مثل المثلث يجي سوا صاب. عندي هنا برضو مقترب رأينا هنا راح يصير فلكة بعدين، وإن شاء الله نكون بعمل الصاب في هاي السيد الجهة الثانية حتى نكمل، وإن شاء الله باور بنفس الشيء ويصير القزرة ويصير العمل على أكمل وجه إن شاء الله. والله نظام العمل مالتنا دوامنا من الساعة الأربعة صباحا إلى الساعة 12 مساء. شفت واحد. نشكر السادة المسؤولين، أستاذ صرماد متنسل من إدارة البلدية، قام المقام، مهندس مسلم مقيم قضاء السويرة، والله مباشرة العمل دوما ويانا وملاحظهم وقولهم ويانا دائما بالعمل إن شاء الله ومباشرين بالعمل. وعدنا هاي إننا راح يصير مقتربات بنفس الشيء، من هاي الجهة راح يصير مقترب، ورا القنطرة راح يصير مقترب لأن صار عندي فلكة. لا ما عندنا معوقات، ما عندنا أي شيء، الحمد لله استمرار العمل على أكمل وجه وما عندنا أي مشاكل. اليوم ايش قد تنجزوا من الطريق؟ والله يعني تسهيل ربنا الحمد لله انجزنا عمل اليوم تقريبا فوق يعني ال 500 متر هي شيء يوميا، يعني مو دايم نفس القياس يعني بالزايد والتناقص. والله احنا يعني بنشتغل من بدري على مود شنو، يعني على مود الجو ما يشد علينا الجو ويشد على الباور يشد على حراره الخبط، يصير عندنا تفطرات فبنحافظ قدر الامكان على قد ما نقدر، وان شاء الله يعني يصير قضاء السويره باكمل وجه ويصير بمستوى احسن وافضل. ونشكر جميع الساده المسؤولين ونشكر كوادر العمل ونشكر ممثلين الشركة والقائم على القائم بهاي العمل إن شاء الله. اليوم العمل في محافظة واسط قضاء الصويرة، نعمل على باور كيربر صب الرصيف الجاهز. حاليا العمل جاء مباشر به من الصباح الباكر حتى لا يكون الكونكريت يشيد عندنا، فتعرفون درجات الحرارة اللي عندنا بالعراق كلش عالية، فنشتغل بوقت نص الصبح حتى لا يكلس عندنا الخبط ويتفطر يصير جوينات بالباور كيربر. فهم باكر جاي نخلي مسافه بين فتره واخرى، مثل ما داي تلاحظون حاليا بالعمل نترك الماكينه تمشي لها مسافه والتجهيز لها مسافه بين ما يكون تهيئه المسار بصوره صحيحه، اللي هي اول شيء تبدا طبقه الفرش السبويس، الطبقه الثانيه اللي هي تكون رش السبويس، ثم الطبقه الثالثه الحديد، ثم من بعدها تبدا الباور كيربر تباشر بالصب الكونكريت بشكل خفيف، يعني شويه شويه على مود لا يكون الكونكريت يتجمد، يعني تعرفون اجواء الحر اللي عندنا كلش قويه. يبدا العمل من الساعه الرابعه والنص صباحا لحد الساعه 11:30 ينتهي العمل مالتنا، والعمل مستمر والحمد لله. مشاكلنا ويا درجات الحراره بس هي اللي قلت لك استاذ، ويا الكونكريت عندنا تقلص يصير بالكونكريت، فلازم نستغله قبل يعني قبل حراره الجو، لا تاخرنا بالتاخير مالته راح يصير عندنا تكلس، وهذا التكلس راح يسبب عندنا تفطرات بالكونكريت، يصير عندنا جوينات افطور، وهذا الشغل راح يصير غير ناجح. بس بفضل توجيهات المحافظه وقضاء الصويره فهم مجينا على التوجيهات الشغل المضبوط، ما يخلونا نشتغل درجات كلش عاليه على مود يحافظون على الانتاج بصوره صحيحه.